بعد 5 أيام من العمل والتبادل التجاري والثقافي، اختتم الصالون الدولي للجزائر في طبعته 53 بقصر المعارض سافكس، حدث جمع أكثر من 700 مؤسسة من مختلف دول العالم، والثقافة كانت الحاضرة الأبرز. إندونيسيا واحدة من البلدان التي احتفت بثقافتها وسط الجمهور الجزائري. I'm honored to inform you that after 2 years أنا أتشرف بمشاركتنا في هذا المعرض الدولي بعد 2 سنين من غيابه، لأنه كما تعلمون أن آخر مشاركة لإندونيسيا كانت سنة 2019. جلبنا اليوم الثقافة الإندونيسية ومختلف منتجاتنا التي نريد مشاركتها مع الجزائريين ليتعرفوا أكثر على بلدنا. عرض الرقص هذا يمثل الثقافة الإندونيسية، لأنه لدينا ثقافات متعددة في إندونيسيا، وهذه الرقصة ستمثل جزءا من ثقافة الإندونيسيين. مسابقات لأسئلة سريعة وجلسات تصوير مع عارضات يمثلن اللباس الإندونيسي، بالإضافة لعروض ترفيهية جذبت الجزائريين الذين تفاعلوا مع هذا النشاط. نحن جد متشرفون أن نكون جزءاً في هذا الحدث، وبالطبع نأمل أنه في المستقبل الجزائر وأندونيسيا سوف يتعاونون معاً، خاصة فيما يخص مجال الثقافة. لهذا نحن نعرض أمامكم العديد من النشاطات الأندونيسية. جد إيجابي بالنسبة لنا وبالنسبة لتقاليدنا وثقافتنا، والحمد لله رانا مزجنا ثقافتنا وتقاليدنا مع ثقافة إخواننا. نشكر جميع المشاركين في هذا المعرض، ونقول لجميع المواطنين نقول لهم ديما زوروا هذه المواقع، لأنهم يزيدونا في الثقافة ويزيدونا حتى في الاحتكاك مع المجتمع، وإن شاء الله يكون الخير إن شاء الله لقدام، وتحية الجزائر. حدث دولي سمح للجزائريين والأجانب بالتقرب من بعضهم البعض من خلال جسري الثقافة والاقتصاد، ما أعطى فرصة الاكتشاف والاستثمار والتعرف على مختلف الثقافات لمختلف زوار المعرض.